لشهر 8 آب أغسطس عام 2024، سنقرأ لأذكى الأبراج. صاحب الشخصية الرائعة جدا والمميزة، هو شخص قادر من كلمة واحدة يعرف ماذا يدور في رأسك، فهو شخص قيادي بالفطرة. أكيد أنا بحكي عن البرج الرائع جدا، برج العذراء. الرجاء من الجميع اللايك التشجيعي، والأشخاص جدا على القناة ما ينسون بالاشتراك، ومهم جدا يفعلوا زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى. للتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت أسفل الفيديو في صندوق الوصف، ومرات بكتبه في التعليقات. يا أصدقائي، كيف الأحداث القادمة ستكون مع مولود برج العذراء بإذن الله تعالى؟ مؤشرات إيجابية بعدد من المجالات، وهذا الموضوع سيكون في مصلحتك، وخصوصا أنه تتاح لكم بعض المكاسب المالية بمنتصف الشهر، ستدخل كتحسين على وضعك المالي. ستحاول أيضا ضبط ميزانيتك من أول وجديد، ولكن تقلل من هذه النفقات والمصاريف الزائدة اللي ما إلها داعي عندك كمولود برج العذراء. العازبون لا تخف من المستقبل، قد يطرق باب الحب قلبك بأي لحظة من اللحظات، وخصوصا أنك تتمتع بشخصية رائعة جدا وجذابة، ستقدر من خلالها كسب القلوب الأشخاص اللي حولك، وتتعرف على شخص بالطرقات العامة، ترتاح لصحبته، تتحدث معه بأمور رائعة جدا، وتشعر إنه في أمور مشتركة بيناتكم. هذا الشخص راح يكون قريب منك كثير بالفترات القادمة، خصوصا انه سيعجب بك، وراح يحكي لك انه يكون معك علاقة عاطفية ان شاء الله يكون نهايتها الزواج الصالح، فلا تغلق الباب امام الفرص الجديدة. اما المتزوجون، شريكك سيجعل علاقتك قوية ومميزة، وخصوصا انك ستكون ثنائي رائع جدا، تدفع بمصالح العائلة الى الامام، وتتلقى العديد من الدعوات الى مناسبات سعيدة مثل حفلات الزفاف وعزومات الغداء، وستكون بهذه المناسبات زي عوايدك بقمة الجمال والأناقة، متحدث بطريقة ذكية تلفت فيها انتباه الجميع إليك، فأنت شخص ذكي بالفطرة. احذر من أحد الأشخاص المقربين من حولك، يحاول زرع الفتنة، تشويه سمعتك أمام الأشخاص اللي من حولك، وايضا ما راح يتوانى ان يقوم باعمال ما خلف الطبيعه مثل الاعمال السحريه والاعمال السفليه، وهدفه اذيتك يا مولود برج العذراء. الله يحماك بحمايته ويبعد عنك كل مكروه، فاتقي شر من احسنت اليه، وخصوصا هذا الشخص من الابراج الناريه، فحاول قدر المستطاع ان شاء الله تصدق رؤيه فيه، انك لا تتردد انك تنهي علاقتك فيه وتطرده من حياتك. أما المنفصلون، أنا بعرف يا أصدقائي إنكم تجاوزتوا فترة كانت مش سهلة عليكم ومليئة في العقبات والعراقيل، وخصوصا إنه خيب آمالك شخص عزيز جدا على قلبه وما أوفى بالوعود اللي أوعدك فيها. هذا الموضوع سبب لك اكتئاب وفقدت الثقة بأي شخص آخر. هذا الشخص بعد ما جرب غيرك عرف إنه أنت جوهرة صافي، سيحاول يعود يتواصل معك الحبيب السابق لكي يعيد الأمور إلى مجاريها مثل ما كانت أول، ولكن يا مولود برج العذراء حاول قدر المستطاع إنك لا تاخذ قرار بشكل سريع جدا، وخصوصا إنه هذا الشخص خيب أمالك وما وفى بالوعود اللي وعدك فيها وكذب عليك بعدة مجالات، وعقلك الراجح راح يدلك على الطريق الصحيح، بس خذ الأمور عقلانيا وليس عاطفيا. أما في الأمور الصحية، قد تشعر ببعض التعب والإرهاق الجسدي، تشعر أحيانا أنك مش قادر تقوم بمهامك اليومية على أكمل وجه، هذا نتيجة تحركاتك الكثيرة ونشاطاتك الإضافية خلاف عملك الأساسي اللي أنت قائم عليه. حاول يا مولود برج العذراء بعد ما تنهي كل الأعمال المتراكمة عليك، لا تتردد انك تاخذ قسط من الراحة الكافي لكي تستعيد نشاطك وعافيتك من اول وجديد.
هناك بعض الأشخاص عند طوالة معينة قد يتعرضوا لأعراض غير اعتيادية مثل آلام في المعدة وآلام في الخاصرة وآلام أسفل الظهر. هذول الأشخاص ما يترددوا إنهم يذهبوا للطبيب ويعملوا الفحوصات اللازمة ويطمنوا على نفسهم، لأنه يا أصدقائي كل شيء بتعالج بخلص وبروح، واللي ما بتعالج بتضخم وبزيد. لا تستخدم طريقتك يا مولود برج العذراء اللي هي المجابرة. كيف يعني مجابرة؟ أنت بتروح الآلام تصبر على حالك، ولكن يا مولود برج العذراء كل شيء بتعالج بخلص وبروح، ما بتعالج بتضخم وبزيد. أما بالعمل الأساسي اللي أنت قائم عليه راح تبلو بلاء حسن مستحققه، نجاحات، تقوم بأعمالك بطريقة رائعة جدا، تلفت فيها انتباه رؤسائك في العمل إليك، هذا بهدف إنك تقوي مركزك، خصوصا الأشخاص المقبلين على ترقية أو منصب جديد. فالفترة هاي بدعمك الحظ في الأمور العملية، وخصوصا إنك تقوم بأعمالك بطريقة مميزة أفضل من الأشخاص والزملاء اللي من حولك. رغم بعض الزملاء اللي ينظروا إليك نظرة الغيرة والحسد، واللي بيحاولوا إعاقة تقدمك أو تشويه سمعتك أمام رؤسائك في العمل، فصفحتك ناصعة البياض وأعمالك الرائعة أقوى من مخططاتهم الفاشلة. أما الأشخاص اللي يبحثوا عن فرصة عمل جديدة، هناك بعض الفرص اللي لا بأس بها لمولود برج العذراء، وخصوصا بالفترات القادمة سيكون أغلب هذه الفرص مدل من الأصدقاء أو أفراد العائلة. حاول استغل هذه الفرص وادفع بمصالحك إلى الأمام. يعني المولود برج العذراء إن الفرصة عبارة عن وقت قصير، يا بتلحقها يا راحت عليك، بس لا تقع تفخ التسرع. أما الأشخاص المقبلين على امتحانات داخلية أو خارجية، أو عندهم أمور مطالعة وأشياء من هذا القبيل، هناك بعض التراجع عندك مولود برج العذراء شهر 8 بسبب بعض الخلافات والنقاشات الحادة بينك وبين أفراد العائلة. هذا الموضوع بسوي لك جو مش شغل، دراسة. حاول قدر المستطاع إنك تنهي هذه الخلافات وهذه المشاكل وتلتفت إلى مستقبلك. خلي أمورك الدراسية هي أهم أولوياتك، وإن شاء الله بالفترات القادمة ستستعيد اللي راح منك والقادم. أما الأشخاص اللي عندهم شريك حياة مستقبلي، كيف يعني شريك حياة مستقبلي؟ يعني بيكون في شخص متفق أنت وياه على الزواج بإذن الله تعالى في القريب العاجل وليس الآجل. الفرصة متاحة لإتمام زواج ناجح، وخصوصا بشهر 8 آب أغسطس عام 2024. ألف ألف مبروك اللي بحالفهم الحظ من مواليد برج العذراء. ستكون فترة رائعة جدا مليئة في الحب المتبادل، بعد الرسائل الجميلة جدا الرومانسية، وأيضا هناك لقاء رائع جدا تتلقى هدية تعزز رابطة الحب بيناتكو. حاول قدر المستطاع إنك تكثر الحديث مع الحبيب في الأمور المستقبلية مثل موعد الزواج، وين حابين تسكنوا، حتى شو حابين تسموا أول مولود. هذه الأمور كلياتها يا برج العذراء تخليك دائما جاهز للمرحلة القادمة أنت والحبيب. هناك بعض الخلافات والنقاشات الحادة كانت بينك وبين شخص عزيز جدا على قلبك بسبب الفتنة، وانفصلتوا عن بعض. سيصير صلح بينك وبين هذا الشخص، والأغلب هذا الشخص من الأبراج المائية. فحاول يا مولود برج العذراء قدر المستطاع إنك تميز صديقك من عدوك وتزيح الغباش عن عيونك. إنكم يا أصدقائي، بس قبل ما أكمل بحب أعلمكم أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية، بيتم اختيارهم من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو. كل آخر شهر اللي بحالف الحظ هذه المرة ما يزعل، إن شاء الله بالفترات القادمة سيحالفك الحظ تكون أحد الرابحين معي هذه القراءة. أما للتواصل عن طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت أسفل الفيديو بصندوق الوصف، ومرات بكتبه في التعليقات. أما الأشخاص تربح معي قراءات خاصة، القراءة عبارة عن كشف كامل روحاني عاطفيا ومهنيا، توقعات الأشهر القادمة بإذن الله تعالى، ومليئة بالنصائح اللي بتدفع بمصلحتك إلى الأمام. وإذا كنت متعرض
الحسد أو السحر أو الأعمال السفلية بنتناقش فيها بشكل مباشر، وبإذن الله تعالى بنلاقي لها حل دائما يا أصدقائي لكل داء في بإذن الله تعالى الدواء الشافي. كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل.